السلام عليكم. الجزء الثاني من الناس، احنا في الجزء الاول اتكلمنا عن الشكل سبيكتروم وازاي نطلع المونوكولار اي بيك، ازاي نطلع الايزوتوبيكس، ازاي ايه يعني ايه بيس بيك وليه هي بتبقى ليها الهايرست انتنسيتي قلنا دي موست ستيبل. ودي معلومات اساسيه لو قدرت اطلعها اقدر اعرف مثلا المونوكولار ريت بتاع المركب، اتعرف على وجود الكلورين والسلفر والبرومين في المركب او كان ايودين. قلنا الفراجمنتيشن هنخليها الاخر، لكن في برضه نقطه نسينا نقولها، ان في اجهزه ماس سبكترومتري بنسميها هاي ريزولوشن ماس سبكترومتري، ودي بتقدر تديني اكزاكتلي ذا ماس ذا ماس اوف ذا كومباوند، يعني لدرجه واحد بارت ان 20,000 بارتس. فبالتالي لو مركبات زي مثلا سي ذا اكزامبل يعني C3H8 او C2H4O او كربون دايوكسيد او الموجودين قدامك. المركبات دي لما تبص للاكزاكت ماس بتاعها بيوصل يعني اربع خمس ارقام مثلا من علامه عشريه، يبقى تقدر لو انت ساي الجهاز اصلي الماس طلع 44 و.029، يبقى تتوقع كده مين في دول الماس، مين الكومباوند اللي مديني الماس دوت، يعني جهاز اصلي طلع لي 44.029 رغم ان المركبات دي كلها 44، الافريش بتاعها 44 او الراوند تو 44، لكن لو انا عندي جهاز وقدر يوصل بالسنسيتيفيتي انه يقيس الثلاث ارقام بعد العلامه العشريه، يبقى اقدر اقول على طول ان مستحيل مثلا يكون ده مثلا، او اقرب واحد فيهم ابدا اقرب بقى بوينت 2، لا ده لا يمكن يكون دوت، ده ممكن يكون ده، لا صعب مستحيل يكون ده، مستحيل ده كده، يبقى انا هبدا اقول ان المركب بتاعي هو دوت، لان هنا ده بنقول اكزاكت، يعني هو هيفرق بينه وبين اللي جنبه واللي جنبه وهكذا، يعني الفرق القليل من الرقم الثالث او الرابع يبقى هيقدر يظهر. وبالتالي الهاي ريزوليوشن ماس سبيك ده افضل طريقه للتعرف على الفورمولا، يعني انا لو قدرت الجهاز على طول بعد ما بيطلع الاكزاكت ماس بيدي لك كمان الفورميولا بتاع الانون، فبالتالي لو مركب انون ما اعرفش الفورميولا بتاعته المركب بايه، ما اقدر اعرف الفورميولا بتاعته بالهاي ريزولوشن ماس سبيك. ليه الكلام ده؟ لان الهاي ريزولوشن ماس سبيك بيعمل حساب كل ايزوتوب حسب الناتشرال اباندنس بتاعه، فبيديني الاكزاكت ماس للايه؟ للمركب، ومنه نقدر نعرف الفورميولا، ودي من الحاجات المهمه في الماس، يعني لان ام ار الاي ار ما كانش داري ده يقدر يعرفه. وتخيل انت محتاج قد ايه كميه عشان تعرف الكلام ده، الماس بيك فيري سنسيتيف تكنيك، يعني بيتعرف لغايه اعتقد لغايه البيكو مولز ممكن يتعرف، يعني لو عندك بيكو مولز، ودي من الحاجات الادفانتج بتاعت الماس بيك، ان انا اقدر اتعرف على الاستراكشر ولو كميته صغيره. يعني تخيل انت لو في مثلا عينه انا شاكك دي مخدرات، واتلقت في الجمارك او اتلقت في مكان، وعايز اتعرف نوع المخدرات او نوع، بسهوله جدا بالعينه بسيطه جدا، لو حادثه، لو طبعا ليه ابلكيشنز كتيره جدا، اكسبلوسيف مثلا وعايز اتعرف على، مش معقوله هقعد احطه اعرض نفس الكميه دي، اقل كميه ممكن يتعرف عليه. يبقى بالتالي دي من لو النون مثلا واحد فصل ماده من ناتشر من نبات ولا بتاع دوت ولقوا ليها اكتيفيتي بس مش عارفين ايه هي، يبقى الماس بيك ولو كميه صغيره جدا يقدر يكفينا نقدر نعرف. انا مش هدور في الابلكيشنز، لكن انت كصيدلي يهمك جدا ان انت تتعرف على الانونز، تعرف على الماتش برودكتس وهكذا، او الدراج، يعني لو مثلا في بيولوجيكال سام الدراج عايز تعرف بيروح فين في الليفر، بيروح فين في الكدني وهكذا، وعندك سام كميه صغيره جدا، فالتكنيك الماس بيك من اجمل التكنيكس اللي ممكن تستخدمها. طيب يبقى بالتالي الهاي ريزولوشن ماس سبيك بيستخدم في الانونز اللي احنا مش عارفين على الفورمولا بتاعتها. النقطه الثانيه، وفي هنا بقى عشان ما تنساش، في حاجه اسمها نيتروجين رول، يعني لما يكون المولوكيولار ويت بتاع المولوكيولار ويت الافرج بتاعه ايفن نمبر زي ده 44، يبقى برضه ممكن تقول قاعده كده معروفه اسمها نيتروجين رول، ان المركبات اللي ليها ايفن مولوكيولار ويت يبقى لها ايفن نمبر اوف نيتروجين او نو نيتروجين، يعني النيتروجين عدده في المركب ايه؟ زيرو،
يا اتنين يا اربعه يا وهكذا. فبالتالي دول هم كلهم بينطبق عليهم الكلام ده. طب لو سي الملوك الارويت كان اود، يعني مثلا 85 95 43 وهكذا، لو اود يبقى لازم في المركب فيه نيتروجين اود، يعني واحد او ثلاثة او خمسة عدد النيتروجين المفروض، عشان كده سموها نيتروجين رول. ودي بتسهل لي برضو ايه تعرفك، يعني انا لو قلت لك اي مركب في الدنيا المولوكيولار ويت بتاعه 350 مثلا، ده عدد اود ولا ايفن؟ ده ايفن، يبقى 350 ده احتمال يكون في نيتروجين، اثنين نيتروجين او اربعة نيتروجين او ستة نيتروجين او مفيش نيتروجين خالص وهكذا، او مضاعفات. لكن لو قلت لك ان هو 643، الله ده عدد اود، يبقى اذا المركب ده فيه عدد اود من النيتروجينز، يعني واحد يا ثلاثة يا خمسة عدد النيتروجين اتومز. فدي برضو من الحاجات اللي احبك تعرفها. في برضو الانساتوريشن اندكس، ودي عايزكم تعرفوها في التدريبات ان شاء الله بعد كده. لكن ندخل على الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو ايه؟ الفراجمنتيشن. الفراجمنتيشن او تكسير المركب قلنا بيعتمد على انه بيحاول المولوكيولا ويت يوصل لايه، المركب المولوكيولا بيك ده توصل لمور ستيبل كاتايلز، لكن كده كده هيتكسر، بس الموست ستيبل هيديني الايه، البيز بيك. تمام. طيب مثلا كمثال الالكانز، يعني دي سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2، يوم ما تتكسر تعمل ايه؟ المولوكيولا بيك يروح فاقد 15، ايه ال 15 دي؟ سي اتش 3 صح كده؟ وبعد كده يفقد ال 14 اللي بعديها، يبقوا سي اتش 2 وسي اتش 3 الاثنين مع بعض، يقول يبقوا ناقص 29 اللي هي الايثايل، يفقد ايثايل او يفقد بروبايل او بيوتايل وهكذا، هتلاقيه بيفقد كل شويه ايه. وزي ما بيتكسر البلوك بيك تشيل منه 15 يديك الايه الاقل منه 15، وبعد كده اقل منه 29، وعلى الجنب الثاني تحت هتلاقي 15 و29 و43 وهكذا، لان البوزيتيف تشارج ممكن تتشال على النيوكليير بيك بعد ما يتكسر، او الجزء اللي طلع هو اللي ياخد البوزيتيف تشارج. anyway فلو لقيت النيوكليير بيك سي 150، يبقى هتلاقي تحتيه 135، هتلاقي بعد كمان تشيل 29 تبقى 121 وهكذا، يعني تشيل 29 تشيل 43، بعدها اللي هي 107، وبعد كده وهكذا 93، وعلى الطرف الثاني برضه هتلاقي 15 و29 و43 و47. فده ياكد لك ان انا بفقد 15 بفقد ميثايل. ادي ايه اكزامبل مثلا. طيب مثال هنا بس، ادي مركب كده عشان نتعلم بقى. المركب اللي قدامي دوت عباره عن الكان بس برانش. تمام. طيب الـ لما نبص فين المولوكيولا بيك، طلع 86 اهي، وليه صغيره؟ لان المركب تند تو فراجمنت، عايز يعمل فراجمنتيشن. طب البيز بيك فين هنا؟ عند 43. لما تلاقي 86 اللي بعديها 71، الله يبقى ام ناقص، ام ناقص كام؟ 15. يبقى دي فقط ايه؟ ميثايل. ممكن دي او دي او دي. طب الشاطر يقول لنا مين فيهم؟ انهي اكتر؟ دي. ليه؟ لان انت لما تفقد دي هتحط البوزيتيف تشارج على الكربونه، دي سكندري. ولا دي هتبقى برايمري؟ لا، يبقى احسن على السكندري. تمام. ولذلك هتلاقي بعديها الايه، ام ناقص 9 وهكذا اقل. لكن ايه اللي خلى ال 43 هي اعلى واحده بيز بيك؟ لان دي اتكسر المركب كده، طلعت البروبايل دي كده وطلعت دي كده. طبعا دي السكندري يبقى عليها البوزيتيف تشارج نسبتها اعلى، والثانيه برضو موجوده البرايمري عباره عن 43 برضه لكن نسبتها اقل. تمام. فده اللي خلاها بيز بيك، وده السكندري. لكن بعد كده لو السكند دي اتكسرت، تتكسر تطلع منها وهكذا، يبقى دي فراجمنتس للمركب. المركب فقط 15، فقط ميثايل دي او دي او دي ايا ما يكون، هديني 71. تمام. فقط ايثايل يبقى اديني 57، فقط بروبايل يبقى اديني الجزء ده اللي عليه بوزيتيف تشارج ده 43. تمام. وهتلاقي برضه 31 29 قصدي برضه 15. تمام. ادي مثال لابسط ايه؟ فراجمنتيشن. تمام. طيب لو في الكين، قال لي الالكين عشان يتكسر هو نفس القصه برضه، هفقد ال 15 كلام، لكن الموست امبورتنت انا عايز الالكين يعمل ايه؟ قال لي الكسر دايما بيبقى بيتا للدبل بوند، يعني الدبل بوند ادي السيجما بوند اللي بعديها وادي الثانيه، تعد سيجما والثانيه وتكسر. طب ليه الكلام ده؟ ليه الحته دي بتحب الكسر هنا؟ لان البوزيتيف تشارج هتتشال على الكربون اللي جنب الالكين. الله. طب ما الالكين كده ممكن ايه؟ تعمل استابلايزيشن، لانها تطلع اللايل
كاتاين، وزي ما انت درست الالاي الكاتاين ستيبل، فبالتالي ايه وجود البوزيتيف تشارج على الكربون اللي بعد الالكين ده محبب، لان الالكين هنا تقدر تعمل ستابلايزيشن. فبالتالي الالكينز عامه بتحب تتكسر فين؟ اه هنا على طول. السيجما دي ادي واحده الفا، ادي اللي بعديه على طول البوند الثانيه اللي بعديه، او تسيب كربونه بعد الالكين. ولذلك المولكيولار بيك عند 84، البيز بيك عند 55. ليه 55؟ لان انت لما هتكسر هنا هتشيل الايثايل دي وهتحط بوزيتيف تشارج هنا، ده جميل اللي هو ال 55. فده شرح لي ليه الالكين بتحب تكسر على طول بيتا للالكين للكربون للدبل بوند، ادي الفا وادي بيتا. وموضوع بيتا ده هيمشي معانا في فراجمنتيشن باترن كتير بعد شويه. يعني ادي مثال كمان، لو انا عندي اروماتيك رينج، لما يبقى عندي اروماتيك رينج وجنبيها سي اتش 2 مثلا كمثال، تلاقي الكسر على طول بيتا. يعني انت ادي البنزين رينج، ادي الالفا بوند، ادي البيتا بوند، تكسر بيتا او عشان تكون البوزيتيف تشارج على الكربونه اللي هي بعد البنزين رينج. طب ما ده معناه ان ده بنزايل كاتايون، اه بنزايل كاتايون فيري ستيبل، وهو اكشوالي بيدخل في حاجه اسمها التروبيليوم. يعني الرينج كمان بتشيل البوزيتيف تشارج ويديني حاجه اسمها التروبيليوم، هو اسمه التروبيليوم كاتايون. تمام، يبقى المركب اللي زي ده اللي هو البنزال بروميد اهو، لو تلاحظ ادي البلوكلر بيك وادي الايزوتوب بيكس اد اهو، لما يكسر هيفقد البروبين كلها اللي هي 79 و81، فيديني واحد بس وهو البيز بيك. مين هو ده؟ التروبيليوم عند كام؟ هتلاقيه عند كام؟ عند 91. ده فيري امبورتنت فراجمنت اللي هو مين؟ اللي هو التروبيليوم كاتايم. التروبيليوم كاتايم فيري فيري كومون في البنزايل كومباوندز، بنسميه البنزايل كاتايم او التروبيليوم كاتايم. تمام؟ اديني مثال تاني. طب الاروماتيك كومباوند بصفه عامه هتقف على بنزين بنزايل؟ لا، البنزايل فيري ستيبل لكن ممكن تفقد بعد كده، وتديني الفينايل. الفينايل وبيسموها الاروماتيك كلاستر عند 77 وحواليها، دول بنقول عليهم مين؟ اللي هي الفينايل كاتايون. تمام، يبقى زي النيترو مثلا كومباوند اللي قدامك دوت. تمام، طيب الالكونز، الالكونز بصفه عامه تند تو لوز 17 او تو فراجمنت 17 اللي هو ماينس ام ممكن بيك ناقص 17 او ناقص 18. ال 17 وال 18 دي الاو اتش ودي ايه؟ الووتر. تمام، هتفقد هيدروكسيد راديكال او ووتر. وفيري كومن للبرايمري الكولز انه يديني الاوكزونيوم عند 31 عند 31، فيري كومن. طب نشوف ليه بيحصل كده. قال لي ما دام يبقى اول حاجه ممكن تفقد الاو اتش نفسها او تفقد الاو اتش والميه ويديني الكين. تمام، لكن عامة الاو او اي هيتيرو اتوم بنفس الطريقة ليها بيتا كليفج. ادي شايف البوند اللي بعد الاو والكربون، يبقى نكسر هنا هو على طول. ليه كده؟ لان لما هتكسر هنا يبقى في بوزيتيف تشارج على الكربون، وبالتالي الاكسجين تعمل سبورت ويديني الاوكسونيوم. ده الاوكسونيوم ده لاي الكهول ممكن يكسر كده. يعني مثلا او اي هيتيرو اتوم، شايف النيتروجين دي هيتيرو اتوم، طيب تعدي اول بوند الثانيه تكسر هنا هو على طول. لما تكسر هنا معناها البوزيتيف تشارج هتبقى هنا اهو، اه يبقى النيتروجين ممكن تدي له بير وبالتالي تعمل له ستابلايزيشن. يبقى ده اسمه الايمينيوم ايون. يعني مثال اهو، شايف ده ال 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 الامين ده لما يجي يتكسر ادي النيتروجين هنا، ممكن تكسر هنا وكده تديني كل الجزء دوت عليه بوزيتيف تشارج، وده راديكال، الراديكال مش بيتقاس، يبقى كل ده عليه بوزيتيف تشارج، ده يديني 72، ده يفسر الفراجمنت اللي هو 72. أو العكس ممكن يكسر من الناحية التانية، يبقى هيقول للإيثايل دي شكرا باي، والمركب باقي يبقى إيه عليه بوزيتيف تشارج، عشان كده نسميه 86. الطريقة دي للكتابة عشان أوضح لك إن الكسر حصل هنا وده اللي إيه؟ الجزء اللي 72، أو الكسر حصل هنا فقدنا دي والباقي كله ده بقى بوزيتيف تشارج عليه 86. انا عارف طبعا ان الفراجمنتيشن مش سهل ان انت تشرحه بالسرعه، انا حاولت القي سناب شوت كده عليه ما اهملوش خالص.
لكن زي ما قلت الماس سبكترومتري درجات، فانت اول درجه تتعرف على المولكيولار بيك والايزوتوبيكس والبيس بيك، لو انت عرفت دول يبقى دي درجه اول. تاني حاجه ان انت تبدا تتعرف على الفراجمنتيشن، حاولت بسرعه نتيجه ضغط كوفيد ومش عايز اثقل عليكم، ولكن برضو ندي فرصه للناس اللي مهتمه انها تدخل في تفاصيل اكتر وتعرف اهميه الماس سبكترومتري. لكن ان شاء الله هنتدرب على سؤال كده نتعرف بيه على الموضوع. فبالتالي يعني اللي انا اقصده ايه، انت لو بصيت على سبيكترم زي كده طلعت لي ده المولوكيولار بيك، الله ما فيش ايزوتوب بيكس واضحه، يبقى اذا ده ايه، ما فيهوش بروبين ولا كلورين ولا بروبين ولا سلفر مثلا. البيز بيك عند كام، مجرد ما تعرف عند 72 ده يبقى ده الموست ستيبل مثلا. قدرت تعرف فراجمنت او اتنين او تفسرهم، خير وبركه. طب انا مش قادر افتكر الفراجمنتيشن، ما انت شوف الام ده عند كام، اطرح منه دوت، ولو انت عندك الاستراكشر تقدر تعرف، تقدر تتخمن حتى، يبقى تشغل مخك شويه بسيطه ممكن. طب انا مش قادر على ده كله، ويكفيني ان انت تعرف البلوك بيك وتقدر تطلعه الايزوتوب بيكس، وتعرف ان في فراجمنتيشن وتبدا تتعلم الفراجمنتيشن ازاي بيتم. هقف عند كده، كان نفسي ادي تفاصيل اكتر، بس انا اقدر اقول لك كمان ان انت ممكن تستفيد في الفراجمنتيشن من معلوماتك عن الكاتاينز. انت فاكر ان البنزال كاتاين ستيبل، فاكر ان الترشري كاتاين ستيبل، فالحاجه اللي تدي ترشري ستايل هتبقى ستيبل، او الاسيليوم يعني الالديدز مثلا او الاسيدز او الكيتونز او كده بتدي ان هم بيكسروا فين، يعني ادي الديدز هيفقد البروتون هيحط بوزيتيف تشارج على هنا، ده اسيليوم فيري ستيبل، وهكذا هتلاقي الكسر كده. يعني انا ادي اسيب المثال دوت، تحاول ايه تشغل مخك وتشوف ال 134 اللي هو بيقول لك ازاي هدي ال 105 وايه ال 91 دي؟ افتكر ده البنزايل بقى، ما تنساش 77 دي الفينايل، تمام، وهكذا. شغل مخك وحاول ايه تبص على باقي السبيكترم. طيب مش هسقل اكتر من كده. شوف الكيتون ده مثلا، طبعا انت بتبص على الاستراكشر، حاول تكسر كده وتشوف المركب ايه فين الفراجمنتس دي، وهل دي هتساعدك في ان انت تتعرف على الاستراكشر ولا لا. خلاصه الماس سبيك ان انت لو بتبص على استراكشر زي دوت هتقدر تطلع المولكيولار بيك، تعرف الايزوتوبيكس، تعرف البيس بيك، وممكن بقى تتعرف على بعض البيكس المشهوره، الفراجمنتس المشهوره، تعرف على الاستراكشر بتاعه. لا مش هنقول الرول اوف 13 دي مش مسالينه، او مش سهله الفهم، ممكن تحصل غلط فيها. اللي يهمني ان انت تطلع من الماس سبكترومتري، ان انت تمسك السبكترم قدام عينك تقدر تطلع منه الميكرو بيك، البيس بيك، بعض الفراجمنتس، ومع التدريب هتقدر تعرف استخدامات اكتر ان شاء الله، سواء في الاكشن مونيتورنج، في التعرف على الدراجز او الابنوز او هكذا، ربنا يسهل لكم. اتمنى ان انت ولو اتعلمت حاجه بسيطه من جزء الاسبكتروسكوبي. ضغط السريع دي مخلينا نحاول نخفض الكونتنت، اتمنى التخفيض برضو ما يأديش الى ان انت يعني تبقى صعب عليك. حاول تسمع مرة واثنين وثلاثة، اي اسئلة ان شاء الله نحاول نغطيها. ما تقلقش على الامتحان، هنحاول ناخد مثال كده ونحله ان شاء الله، بس حاول تشوف الكونتنت بتاع الفيديوهات اللي هي بتاعت الاسبكتروسكوبي على قدر الامكان. حاولت خففت، ما مش قادر اغطي كل اللي كنت بغطيه في المحاضرات قبل كده. ربنا يعينكم ويحفظكم وييسر لكم الامور ان شاء الله، ويعدي الايام على خير. سلام عليكم.